خويا امين، انا خسرت الباك. واش رايك نحبس القرايه ونبدا الخدمه في الويب؟ خطا خطا اخويا انس، سقطتي في الباك غادي تعاود، حيت المجتمع لا يرحم. شتي راه واخا تكون ما عرفت فين وصلتي، ما عندكش الباك راك ناقص. الباك مهم اخويا، حيت شوف الفلوس غادي ديرهم، ولكن كيبقى شكون انت في النهايه. حيت ملي غادي نهضر معاك وغنلقاك مكلخ امي، هضرت كلها غير على الفلوس. ما تقدرش تبعد معايا، يعني ملي كنجي نهضر معاك تهضر معايا غف. مشينا ضربنا سهرنا ب20,000 ريال، مشينا جبنا واحد خيتي، مشينا خربناه هنا، هذه هي هضرتك. انت بالنسبه لي انسان جاهل، انسان فقير، فقير في الدماغ، لان الفلوس عطا الله باش تجيبهم بزاف. شوف في الويب عطا الله ما يدار، والله الا تنقولها لكم وراه كنقول وكنعرف اش كنقول، راه عطا الله ما يدار، عطى الله ما يدار. عرفت شنو هي عطى الله ما يدار؟ عطى الله منين يجيب الفلوس، عطى الله، عطى الله الطرق. يعني قد نخاف عليك. شوف انا نقول لكم واحد القضيه الخوت، كاع الناس اللي كيتابعوني في هذا اللايف كاملين كيما كنتي، راه والله ما نخاف عليك تدخل الفلوس، راه كلكم ممكن، حيت عطى الله الطرق، راه عطاهم الله. مشتي عرفتي شنو هي مشتي؟ يعني الا كنتي تتقلب 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 راه غادي تلقى هذاك الشيء كثير اصاحبي. انا شخصيا كنتفاجئ دابا كنتلاقى مع الدراري كيوريوني شي حاجه اللي ما عمر طاحت ليا في بالي، كيضربوا منها الصر. يعني عطى الله الطرق، هذا هو واحد القضيه اللي مهمه. حاول انك ما تركزش بزاف، اللهم الا وصلتي واحد الدرجه كتولي هي تتانفيستي، يعني تولي تقدر تانفيستي هنا وهنا وهنا وهنا، وكاينين الناس اللي يخدموا لك. اما حدك انت بوحدك ما تحاولش انك تكثر الانفيستيسمون، حيت فريمون كيعطى. دابا كتشوف حاجه كتفتح لك شهيه تمشي ليها، وتعاود ثاني تشوف حاجه اخرى تفتح لك شئ تولي تالف لو ما ركز على حاجه اخرى. يعني مساله كاع هاد الناس اللي كيتابعوا كلكم بدون استثناء، راه شتي انا بالا كان تيتابع هاد الله، شي بالا كان تيتابعوا ما خافش عليه، يبقى يدخل حيت عطى الله على حسب المستوى ديال كل واحد. ولكن الفقر الحقيقي هو الفقر الثقافي، هو الفقر الفكري، لانه فريمون كنجلسوا مع ناس كنهضر معاهم راه ما تقدرش تبعد معاه صح، ما تقدرش تبعد معاه. والو خصك ما تهضر غير في العيالات، تهضر في الحديد، تهضر ما يبعدش معاك هذا الانسان، ما غيقدرش يبعد معاك. فانت الا كنتي في هذا المستوى، اولا ما غاديش دير دي كونتاكت واعرين، دي كونتاكت واعرين ما عمرك غاديرهم، لان الناس الواعرين عمرهم ما غيجلسوا معاك، وغادي تولي تفرزطهم، هذه وحده. ثانيا غادي تكون ملبود من المجتمع، لانه واخا يكون راه غير غبار، راه عنده الفلوس، راه غير غبار وعندهم الملاير، يعني الفلوس ما عمرها كانت قيمه. يعني في نهايه المطاف انه راه العلم مهم، والثقافه مهمه، والقرايه مهمه، ولو ستاتو مهم في المجتمع. ذاك النهار قلتها وناضوا شي دراري كيكومونطيو، وانا كنهضر هاد التعليقات هادو حيت باقيين صغار، بنادم باقي صغير ما يمكنش انك دابا تقول لي واحد الهضره اللي هو ما غيفهمهاش حتى يدير واحد 35 عام عاد غادي يفهمها. ديال انه راه لو ستاتو مهم، راه واخا تضرب الصرف راه تبقى لو ستاتو ديالك شكون هو، شكون انت، يعني خاصك تحاول تلعب حتى على لو ستاتو ديالك. لا مو قلت والو، يعني حاول تلعب على لو ستاتو ديالك لانه مهم. ولا ستاتو ديالك باش تبنيه خاصك تبنيه بالقرايه، خاصك تبنيه بشي ديبلومات، خاصك تبنيه بزاف د الحوايج. هذا الخوت قراو قراو، الله يجازيكم بخير. انا راه كان متفق معكم، البلاد راه ما كتعطيناش، البلاد ما تتقريش، والمدارس العموميه ما كيخرجوش. انا متفق معكم متفق معكم، ولكن قراو فيهم وخذوا لي ديبلوم حيت مهمين جدا. وديك الساعه خويا، ديك الساعه دير اللي بغيتي. تلاقيت مع واحد لومبورتاتور من لاشين، اللي كنهضر على الناس راه كيعرفوني علاش كندوي، واحد كيامبورتي من الشين، يعني تبارك الله ماديا راه ميسر. هاد الدري هذا شحال يكون في عمره؟ يكون في عمره شي 26 عام، داخل وخارج من لاشين شي 14 مرة. تيقرا في لانسا، تيقرا في لانسا، يعني هاد السيد ومزوج وتيقرا في لانسا وعندو حديدتو بخير وعلى خير. هاد السيد اللهم بارك والله يزيدو، هاد السيد بخير ايزي في اللايف ديالو وتيقرا في لانسا، تيقرا في لانسا. علاش هاد السيد ما يقول لك وانا دابا تنضرب الصرف؟ انا كنضرب الصرف، انا عايش بخير، انا كنجيب من لاشين، انا راس مالي كنضربو في جوج، تنضربو في ثلاثه. علاش بغيت نقرا؟ علاش بغيت انا نشد هذاك الدبلوم؟
علاش انا بغيت نتما؟ ما كيشدوه ما كيقراوش. ولكن راه ماشي هكاك كتحسب، راه واحد فهم تيتسمى الدكتور الفلان الفلاني، راه ماشي هو انت جالس معاه، راه انت كتحس بالنقص. حيت انت ملي غتجلس معاه في لاطابل وانت كضرب الصف وهذا تيضرب الصف، غتحس بالنقص، غتحس براسك ما والو. حيت هذاك الشيء باش غتبان عليا كلنا متساويين فيه، اش عندك ما راه تيبقى العلم. فلهذا القرايه راه مهمه الخوت، قرا والله يجازيكم بخير. واللي ما قدرش انه يقرا مثلا كمل في الباك، هذا قرا اونلاين، شد لي ديبلوم اونلاين. الحمد لله انا شخصيا راه شاد بزاف ديال لي ديبلوم اونلاين، شاد بزاف لي سيرتيفيكا اونلاين. واحد النصيحه لكم كذلك، هذه العيبه هذه انا بغيت نطبقها ان شاء الله في هذا الموسم هذا. اشنا هي؟ كان دابا كان كيطلعوا لي بزاف ديال لي فورماسيون سوغ انترنيت في فيسبوك. نعطيكم مثال، راه يمكن تطلعوا لكم حتى نتومايا، كطلع لك مثلا اشهار ديال شي فورماسيون صوب التليفون ويكاند واحد سيمانه. علاش اخويا انا نحرم راسي؟ ماشي اخويا سيمانه نتعلم نصوب التليفونات مالها، نزول نصوب غير تليفوني. اش زوين مزيان فورماسيون مثلا ديال دياغنوستيك الطوموبيلات نمشي نديرها، علاش لي ما نديرهاش؟ مزيان شي حاجه كتزيدها صاحبي. يعني ما تبقاوش تابعين الخوت الله يرضي عليكم هي الفلوس، راه الفلوس راه ماشي هما كلشي، راه تتبقى انت الوزن ديالك راه في بالمعرفه، راه ماشي بالفلوس. راه كما قلت لكم راه غير غباره المافيوزيين، راه الحديد اللي تيحطو راه تيتلف. ولكن واش هاد الغبار فاش غتهضر معاه؟ راه تيبقى غبار، تيبقى شفار. هذا القرايه راه مهمه الخوت، واللي تيبان عليك ما تيبانش عليك، ما تيناقش معاك لا افكار، ما تيبعدش معاك في الفكر، راه هذاك انسان امي. تبان عليا كما بغيتي، انت امي، هذا انسان تبقى جاهل. مع احتراماتي للجميع.